هروب من أسرة، وبعدين شهرة وصيت ونجومية، وبعدين إفلاس واضطهاد وشلل ونهاية مأساوية لواحد من أشهر نجوم الكوميديا في السينما المصرية على مر التاريخ. قبل ما نعرف تفاصيل الحكاية، ما تنساش تدعمنا بلايك وشير وتقول لنا رأيك. اتلقب بألقاب كتيرة جداً، منها أبو ضحكة جنان، ومنها نجم الكوميديا وغيرها وغيرها، وده لأنه كان من أهم الفنانين اللي قادرين يطلعوا الضحكة من الناس في عز أوقات الحزن والضيق. الطفل الصغير اللي كان عايش في أسرة ميسورة الحال في محافظة السويس، حاله اتدهور جداً بعد وفاة والدته ومعاملة مرات أبوه سيئة جداً ليه، لحد ما قرر في يوم إنه يشق طريقه بعد ما اتحكم على أبوه بالسجن بسبب أموال ضرائب. بالفعل إسماعيل ياسين أخد 6 جنيه من جدته ووالدة مامته وهرب بيهم للقاهرة عشان يدور على شغل، ووقتها كان عمره تقريباً 17 سنة. ولما وصل القاهرة بدأت الموهبة تظهر بجد، ونصحوا بعض الناس إنه يقدم في معهد الموسيقى بعد ما سمعوا صوته، وبالفعل قرر يخوض التجربة في معهد السينما. ولكن لسوء حظه اتفاجئ بإن المعهد قافل وفي أجازة الصيف. قرر أبو ضحكة جنان بعد ما ضيع كل فلوسه إنه يروح لقرايبه في القاهرة، ولكن ما قدرش يستمر معاهم كتير بسبب معاملتهم السيئة جداً ليه، لدرجة إنه اتكلم في الموضوع في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي طاهر أبو زيد، وقال بعد لما الفلوس ضاعت مني وبقيت محتاج في مصر أروح فين واجي منين، وكان عندي ولاد خال في مصر بينزلوا على طول لوالدي في السويس وكان بيكرمهم، وبعدين رحت أول ما شافوني قالولي هو أنت جاي ليه؟ إسماعيل ياسين اللي أهله رفضوا يستقبلوه في القاهرة وهو فاقد لجميع الأموال، قرر ينام قدام مسجد السيدة زينب، وقال في لقاء لي كنت بلف طول النهار وكنت بنام قدام مسجد السيدة زينب وما كانش معايا فلوس، ولما اضطردت ورحت جامع تاني في السيدة لقيته زحمة واستخبيت من ورا الباب ونمت، وبعدين الإمام بتاعه كان راجل طيب وأخدني بيته. إسماعيل ياسين حكى لإمام المسجد سبب مجيئه للقاهرة والظروف الصعبة اللي واجهته، وطلب منه إنه يرجع تاني مدينة السويس، لكن إمام المسجد رفض وغسل لسمع هدومه المتوسخة واداله كمان 35 قرش يصرف بيهم على نفسه. بعد كده قدر سمع إنه يدخل عالم الفن وحقق نجاح كبير لسنين طويلة جداً، وشارك في تمثيل 400 فيلم و300 مونولوج وحوالي 160 مسرحية، وزع صيته في كل البلاد العربية، واتجوز 3 مرات ولكن لم ينجب إلا طفل واحد وهو المخرج ياسين إسماعيل ياسين. بعد الصيت الكبير اللي وصله إسماعيل ياسين بدأت نهايته تتكتب واحدة واحدة، وده من وقت ما العمل بدأ يقل ومبقاش حد يعرض عليه أعمال جديدة، وده اللي كان سبب في انتشار الشائعات اللي كان بينها إن السبب في هذا الأمر هو الرئيس جمال عبد الناصر، لكن أسرة سمعة نفت هذا الكلام وأكدوا إن سمعة كانت تربط علاقة قوية مع الرئيس الراحل، وكمان عبد الناصر كان السبب ورا سلسلة أفلام إسماعيل ياسين في الجيش واللي كان الهدف منها توطيد العلاقة بين الشعب والجيش. إسماعيل ياسين قرر إنه يسافر لبنان عشان يهرب من المأزق اللي كان بيعيشه، وكمان علشان لقمة العيش، وبالفعل شارك في عدد من الإعلانات اللي تهاجم بسببها وقتها، رغم إن عدد من الفنانين دلوقتي بيشاركوا في الإعلانات، وده يوضح إن سمعة كان سابق عصره، وكمان شارك في عدد من الأعمال السينمائية في لبنان. لكن صدمة إسماعيل ياسين كانت كبيرة جداً لما رجع مصر واتفاجئ إن رصيده في البنك اللي كان 300,000 جنيه بقى 2 جنيه بعد ما حجزت الضرائب عليه، وبسبب الصدمة دي اتصاب إسماعيل بشلل نصفي لمدة أسبوع، والظروف دي دفعت الكوميديان للشغل في الكبريهات. وفي يوم اتفاجئ سمعة بعرض من المخرج أحمد ضياء في فيلم الرغبة والضياع، ووافق إسماعيل فوراً واتفاجئ بالاستقبال الكبير في موقع التصوير، وده اللي خلاه ينهار من البكاء. وفي 24 مايو سنة 1972 توفي إسماعيل ياسين بسبب أزمة قلبية حادة قبل أن يستكمل تمثيل دوره الأخير والصغير في فيلم بطولة نور الشريف، ولذلك كان يسمى بالمضحك الحزين،
فبالرغم من أنه أكتر أفلامه كوميديا ومضحكة، إلا أنه كان حزين كئيب في أواخر عمره. رحم الله الفنان العبقري إسماعيل ياسين.